في واحد اسمه تشارلي شبلين، في أحد منكم يعرفه؟ تشارلي شبلين. نعم شارلي. تشارلي شبلين، عرفته يا أبو عبد الرحمن؟ عرفته أبو محمد؟ نعم. هذا ممثل إنجليزي صامت، طبعاً مات. هو كان في إنجلترا ومثل بس صامت، يعني هو فجأة دخل قالوا له تعال نبغى واحد صامت، دخل وهو طفل ونجح في التمثيل واستمر وراح لأمريكا وبعدين استقر في سويسرا ومات. هذا الممثل الصامت اللي يلبس بنطلون وسيع وقبعة سودة وشنب قصير ودايم معه عصا ويمشي وبس، هو يضحك الناس في مشيته في تصرفاته، هو ما يتكلم يعني، هو صامت أصلا لكنه يتكلم في الأصل. حبوا يسوون مسابقة، قالوا اللي يقدر يسوي زي تشارلي شبلين قبل موته، يسوي زي شكله نفس طريقته، نبي نعطيه جائزة ثمينة جدا، العشرة الأوائل. قدم عدد كبير من الناس، تجاوزوا ممكن 100 أقل الله أعلم، وجدت فرقة متميزة في التحكيم، يعني ناس بيحطون درجات للأشخاص اللي يستحقون أنهم قلدوا تشارلي شبلين، وجدت الخمس الحكام وبدأوا الناس المشتركين يدخلون مراقبين رقم واحد رقم اثنين، وكل واحد يحاول يقلد تشارلي شبلين، حتى أنه قبل ما يدخل يروح الأخصائي التجميل يقول غير في شكلي، لبسني قناع ولا في أي شكل أني أكون قريب من تشارلي شبلين. العجيب عشان أفوز يعني، عشان يأخذ الجائزة. بس العجيب تشارلي شبلين نفسه الحقيقي قرر أنه يدخل المسابقة، بس قال أبغى غير في شكلي. راح الواحد وقال له غير في شكلي بدخل مسابقة واكتم الخبر، قال له تم، ودخل تشارلي شبلين من ضمن الأرقام. الناس ما تعرف أنه هذا هو الحقيقي وأنه النسخة الأصلية، ومشى وقيموا، انتهت المسابقة جمعوا التقييم، أخذ رقم واحد. ممكن يتفاجأ السادة المشاهدين الكرام وأنتم كذلك أنه اللي أخذ رقم واحد ليس تشارلي شبلين الحقيقي، وإنما شخص حاول تقليد هذه الشخصية، هو اللي أعطوه الدرجة العليا كلهم وأخذ رقم واحد. رقم اثنين ما طلع تشارلي شبلين أيضا، تشارلي شبلين ساكت وقاعد. رقم ثلاثة طلع تشارلي شبلين الحقيقي، عطوا الرقم قالوا فلان يجيه وأخذ رقم، ما يدرون من هو. يوم طلع على المسرح راح فك القناع قدام الناس، قال أنا تشارلي شبلين، أنا النسخة الأصلية. لكن هذا أكبر دليل على أنكم كلكم يعني، وهذا الحكام اللي قال لهم مجوبين يعني عارفين التقييم وكل شيء، شوفوا ظلموني. معناته كل إنسان في الحياة ممكن من رئيسه في العمل، ممكن من أي شخص، ممكن يعطيه درجة أقل، ممكن طالب مجتهد ولا طالبة مجتهدة يوم خلصت الامتحانات أخذت درجة أقل منها. ليش؟ لأن اللي يقيمك بشر مو رب البشر. اليوم في الحياة الأسرية الزوجة والزوج هو عنده وجهة نظر وهي عندها وجهة نظر، مهم جدا اليوم أني أحترم وجهة نظر زوجتي وإن زوجتي تحترم وجهة نظري، وإني أنا ما دخلت في عقلها، ممكن يكون الصح معها ممكن يكون الصح معي، لكن نبتعد عن السخرية، نبتعد عن الألفاظ اللي ممكن تهمش الآخرين أو تسبب مشاكل أو غيره. اليوم الأعياد أنتم قلتوا على قرب الأعياد قريبة جدا، ممكن زوجتك عندها وجهة نظر وإنت عندك وجهة نظر مختلفة، من اللي يمشي كلامه هنا؟ ما في انه لا انا اللي لازم امشي كلامي، هي وجهة نظر في الحياة.